نذهب الآن إلى ناحية الكفل بمحافظة بابل التي سجلت هي الأخرى ارتفاعاً في مناسيب نهر الفرات، وهذا الارتفاع يهدد الكثير من العوائل ويتهدد بيوتهم بالغرق أيضاً. ونشطاء عراقيون كتبوا في فيسبوك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا تدخل حكومي في تلك المناطق وما تعيشه بسبب ارتفاع منسوب المياه منذ ما يزيد عن 10 أيام، وفقاً لما نشر عدد من أهالي الناحية أيضاً. نتابع. أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح هذا اليوم لقد حلت بنا كارثة، ومن الله المستعان. أخوان، مجمع ماء الحسينية والنعيمية تم إغراق اليوم من قبل شط الفرات، وصار أكثر من 10 أيام. لقد أبلغنا مدير ناحية الكفل ومجلس بلد الكفل وأعضاء مجلس محافظة بابل، ولم يستجيب لا حياة لمن تنادي. واليوم احنا في خطر، وبيوتنا وأطفالنا لازم نشوف ان صورة حل. اخوان، رحم الله والديكم، اللي يشوف هذا المقطع لازم يعطي مشاركة ويناشد. رحم الله والديكم. اخوان، اللي يشوفنا واللي يسمعنا، الغوث 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 يا رب العالمين. شوف اخوان هذا الماي، اخوان غرقنا، رحم الله والديكم.